النادي الاهلي دايما مصنع النجوم، وزي ما قلت لحضراتكم يمكن 18 سنه ناشئات الكره الطائره في النادي الاهلي توجنا ببطوله المنطقه، وهي احد البطولات الموسم. يمكن بعد كده بطوله الجمهوريه، بينضم ليا في الاستوديو نجمات الفريق، بينضم ليا فريده الحناوي اللي حصلت على كاس احسن لاعب متكامل في البطوله. اهلا بيك يا فريده. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. منوره. مبروك على البطوله، مبروك على الكاس. الله يبارك في حضرتك. والله نورانا، كانت بطوله مهمه جدا. طبعا اكيد اكيد. انضم ليا في الاستوديو طبعا نجمه الفريق مي غزال، وخدت احسن ضاربه بالبطوله. اهلا بيك يا مي. الله يحفظك. منورانا في قناه النادي الاهلي. منورك والله. طب فريده، يمكن اجيلك البطوله كانت صعبه، يمكن بالذات مباراه وادي دجله، يمكن مباراه شهدت شوطين كانوا كلوز جدا، وناس يعني متخيله البطوله سهله. هي مش سهله، لان كنا ممكن بعد الشهر يعني نخسر شوطين مع وادي دجله ونلاقي هوب البطوله خلصت. كلميني على البطوله بدايتها، هل انتوا تعهدتوا فعلا ان انتوا ما تخسروش شوط اثناء البطوله؟ كلميني عنها. ايوه، احنا من الاول خالص، من اول البطوله كابتن نجلاء بصراحه عامله معانا مجهود جامد قوي، وكانت دايما بتقعد بقى في الماتشات كمان عامه، اي جيم يا بس يقرب، لو مثلا بقينا الفرقه اللي قدامنا جابت النقطه ال 20، تيجي مثلا الجيم اللي وراه تيجي تقول لنا لو الفرقه جابت اكتر من 10 نقط خصم 500 جنيه مثلا، فاللي هي بتخصم المرتب كله بسبب جيم بس. فطبعا هي بتقعد تحمسنا، بس مش بس تخسروا الشوط، لا يقربوا. اه بالظبط. فهي بتحاول تحمسنا. صحيح. اللي هو ايه، وفي نفس الوقت تضغط علينا ان احنا نطلع احسن ما عندنا، عشان زي ما هي قالت احنا دايما بنلعب على قد الماتش بس. بس لحد بقى ما وصلنا الحمد لله لماتش الفاينل. طبعا ماتش وادي دجله قدامنا كذا واحده كانوا بيلعبوا في المنتخب فعلا، فطبعا جداً. اه بالظبط. فهو ماتش اصلا احنا داخلينه الاستاد حتى كان مليان. كل الناس كل شويه حد يجي يقابلني يقول لي انا جاي بقى يوم الفاينل عشان اتفرج عليكم، عشان ده ماتش مهم. فطبعا ان احنا بقى نكسبه كمان 3-0 ده طبعا كان انجاز، لان كان الناس حتى الاسر كره الطايره ما كانش متوقعين ده، لان شايفين فريق وادي دجله فريق كويس يعني. اه متوقعين ان الماتش مثلا هيطلع 3-2، هيطلع مثلا 3-1 بالعافيه للاهلي، اللي هو كده. فهو عشان كده حتى الشوطين اللي كانوا قافلين قوي دول، لو كنا برضو اتهوينا في اخر كام نقطه كان خلاص. كابتن نجلاء كانت بتقول